أكثر ما تأخذين عن الشيخ زايد الله يرحمه من أول جلسة، بالإضافة إلى ما تسمعين منه سياسة استراتيجية دبلوماسية، تأخذين عنه إنسانيته، يعني هذا إنسان وشغفه هو مطبوع بمحبة الإنسان ويريد خدمة الإنسان. كل شيء إذا وصل إلى حده وزاد انتهى، ويريد أن يطوع كل شيء، يعني يطوع السياسة ويطوع المال، يطوع الاقتصاد، طموح السياسي، يطوع الاعتبارات الأمنية، يطوعها جميعا للإنسان. يفهم ما هو عليه حاضر وفي المستقبل. وهذه كانت شيء بالفعل مبهر لشخص يعني سن صغير السن، أخذت بهذه الرؤية وبهذه النظرة.